تدافع قبيل نهائي خليجي 25 يودي بحياة شخص في البصرة. ترامب يقول إن فيسبوك خسر 700 مليار دولار بسببه. نجاة رجل تاه في البحر لـ 24 يوماً والسر في الكاتشب. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلاً بكم. نبدأ من العراق، حيث أفادت وكالة الأنباء الرسمية بوفاة شخص وإصابة العشرات نتيجة تدافع وقع خارج ملعب البصرة الدولي الذي سيحتضن المباراة النهائية بين العراق وسلطنة عمان. محافظ البصرة كان قد حذر من احتمال نقل نهائي خليج 25 خارج العراق في حال استمرار التدافع، لكنه تراجع مؤكدا أن المباراة في موعدها. وأشار في حديث للعربية إلى توفير شاشات عملاقة في أكثر من 11 ساحة لمتابعة المباراة، مشددا على أن الوضع في ملعب جذع النخلة لم يخرج عن السيطرة. ليس لدي ما يكفي من الطاقة. بهذه الكلمات أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن أنها ستتنحى عن منصبها في موعد أقصاه أوائل فبراير المقبل، ولن تسعى لإعادة انتخابها. وفي خبر أثار صدمة لدى الكثيرين، أردرن البالغة من العمر 42 عاما قالت وهي تغالب دموعها إن الأعوام الخمسة والنصف التي أمضتها في رئاسة الوزراء كانت صعبة وإنها مجرد بشر وتحتاج إلى التنحي، مضيفة خلال مؤتمر صحفي: لا أملك ما يكفي من الطاقة لأربع سنوات أخرى، فيما ستدخل استقالتها حيز التنفيذ بمجرد تعيين رئيس وزراء جديد. إلى أمريكا هذه المرة، حيث قال الرئيس السابق دونالد ترامب إن حملته تسعى لاستعادة حسابه على فيسبوك، بينما يستعد لإطلاق حملة ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أوضح ترامب أن فيسبوك يحتاج إلينا أكثر مما نحتاجه على حد تعبيره، زاعما أن المنصة خسرت 700 مليار دولار منذ أن تم إلغاء حسابه في يناير 2021، معلنا أنه يعمل على ترتيب اجتماع لمناقشة إعادة تفعيل حسابه مع الرئيس التنفيذي لشركة الشركة المالكة ميتا مارك زوكربيرغ. في حادثة تكاد تكون أشبه بأفلام السينما، نجا رجل تاه في البحر الكاريبي لـ24 يوما بعدما تناول الكاتشب خلال هذه المدة قبل أن يتم إنقاذه. وفي مقطع فيديو نشرته البحرية الكولومبية، قال إلفيس فرانسوا من جمهورية الدومينيكان إنه لم تكن لديه أي مأكولات سوى عبوة من الكاتشب ومسحوق الثوم ومكعبات من المرق، مشيرا إلى أنه خلط كل هذه المكونات مع الماء وتناولها طيلة فترة ضياعه كي يبقى على قيد الحياة. وأضاف أنه بدأ في إرسال إشارات لطائرة رآها في السماء من خلال انعكاس أشعة الشمس على مرآة كانت بحوزته ليتم إنقاذه على الفور. وفي خبرنا الأخير، أعلنت شركة مايكروسوفت الأمريكية أنها تخطط لتسريح 10,000 موظف في إطار موجة الاستغناء عن العمالة التي تجتاح قطاع التكنولوجيا. تقارير أوضحت أن هذا القرار سيؤثر على 5% من القوى العاملة على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه سيكلف الشركة 1.2 مليار دولار على شكل نفقات بسبب فصل الموظفين وإعادة تنظيم المؤسسة. فيما قال الرئيس التنفيذي للشركة في رسالة للموظفين: اتخذنا هذه الخيارات الصعبة لنبقى شركة مهمة في صناعة لا ترحم الذين لا يتكيفون مع المتغيرات.